بسرعة قصيرة تعليمات لل للاعبين. كل واحد بدي يلعب فريق سانشوار الباس قطعتي باس بتكون لعيب اذا اعطيت باس قبيل بتكون لعيب باس بتكون قوي مش اجر ما يفيد شوف خلص من برا برا صليت لك شوطه بتعطيه مين اعطاك باس هاي شوطه الباس لما تكون هيجم سريع هاي اجيتك شوطه باس مش معقول جيتك شوطة عطوك شوطة جيتك شوطة شوطة بس لما تكون بدك تخلط عن 14 ولا حتى بزيك لك يسا هو اخذ شوطة تعال هو نتكلم انا عطيك شان سمي عبيد فش نقوم بأكسر لأنا بتعمل فيه خليك هاي شو انت لما تمسك كانت تجي من المدرب للاعبين لاعبي فريق سلطان يعقوب هناك تعليمات من مدرب الانصار للاعبي فريق الانصار والنتيجه 0-0